مكانكم خير. راح ناكل مكانكم اليوم. بس سووا لهم شغله قولوا بالريش شيء حتى وين في بلده الله يعطيك العافيه. ريش مو ريش ريش. الله يجمعنا على خير, جمعنا على سر المتقابلين. طيب الله يسعدك يا رسول الله. ولا شكلكم كلكم العاب يسير ولا كيف؟ طيب الحين ابو صهيب قال انه يشوف الشجر والتثمر الجميله هذه اللي فيها تاي من الثمار الطيبه يعني بفضل الله. هذه الشجر الرئيسي الشجر الرئيسي الطيب. بعدين المروع استاذ اماني استاذ براء ابو محمد. تمام الحين ابو صهيب قال سعيد جدا عندنا اللي هو انتم غصن من اشجار كثيره في فريقه والذي عانى عانى الكثير وكثير من الاخوان مش عارفين يعني سواء في العراق سواء في ماليزيا سواء في كذا من اجل ايصال الفكره للناس بالشكل الصحيح. هذا هذا الحليب الحليب طبعا هم مشغولين اسمحوا لنا. لا لا احنا مشغولين هنا بس اذا نمك. اي طبعا الحبيب هذا الان بنشوف سعادته وعنده غصن جميل بجمال هاتاي ابو احمد. ايش 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 سعادتك بهذه المناسبه وانت مع شجره وغصن من اشجارك الجميله يا ابو احمد؟ الله يحفظك ونفتخر فيك وفي فريقك الطيب. وبعدين ابو عمار شوف تعليقاته. الله يسلمك. عندك ابو عمار كمل يسجل. طبعا وانا كالعاده اتامل في هذا اللقاء الرائع وكلمات من سبقوني من الاخوه الاعضاء. ذكر كلمه ابو مصطفى جميله جدا عن لقاء مع ابو صيب عن انه ما يستطيع وصف هذه المشاعر. ذكرت لقاء لاحد الدعاه في احد علماء الاجتماع في امريكا قاعد يقول له يتكلمون عن سبب انتشار الاسلام ونحن المسلمين ما عندنا شيء يميزنا, نحن امه في ذيل الامم امه ضعيفه كذا, ايش اللي يخلي مثلا امراه اوروبيه وماخذه حقوقها ومثل ما يسمون في هذا العالم وناطحات السحاب ودوله بهال يعني على قمه الهرم في حضاره العالم الانساني الان وتعتبر رقم واحد انه تترك كل هذا وتروح تصير مسلمه بهذا الوقت اللي هذا فيه الامه منهزمه وما عندها اي شيء للقوه, ايش اللي يخليهم؟ فكان هو طبعا يعني من امريكي ومسلم فقال انا عندي 6 بنات وتكلم عن المراه بالذات خصوصا في ناس صارعين الان في مجتمعاتنا اللي يدعون الى مثل التجمعات النسويه وكذا الى التغريب وانه نقتدي بالحضاره الغربيه وقال عندي اخوات ايضا صدقوني انه كل هذا موجود ما يشعرنا باللذه انت مثلها في لذه الانسان لما ياكل التفاحه واحد يساله مثلا اي شيء جميل من الثمار فاكهه ويشعر بلذه هل يستطيع يوصفها؟ مجرد انه يقول لذه لا يستطيع ان يوصفها بدقه. فذكر اشياء كثيره انه هذه الحضاره الماديه تفتقر الى هذه اللذه وهذه ما موجوده الا في الاسلام. طبعا مع الفارق في التشبيه. القصد ان الاشياء التي لها قيم تشعرك بلذه ما يشعرها الناس المتنعمون بكل الماديات الموجوده في هذه الحياه. ولذلك الحسن البصري له مقوله قال لو يعلم الملوك يعني عن لذه الايمان ما في قلوبنا والله لجلدون عليه بالسيوف. وهذا يتكلم عن ناس مسلمين بس وملوك متنعمين بس بعدهم ما وصلوا الى مرحله من مراحل الايمان اللي وصلها. طبعا ايش الايمان؟ ما المقصود طبعا بكثره العمل, المقصود ان الانسان لما يكون كبير بالمعاني بالقيم اللي يحملها. اليوم احنا نعتز بانفسنا مو لان عندنا فلوس او حققنا دخل. انا كشخص يعني اعتبر الشيء اللي مثل ما يذكره ماسلو في هرم الاحتياجات الانسانيه الانجاز الكبير في حياه كمال مو الدخل الرقم اللي حققه ولا الفريق الكبير الطويل العريض. القيمة الكبيرة في حياة كمال انه اثر في حياة ناس اخرين غيره وقدر يتغير وترك بصمة باشر عقبه حتى لو يموت يمكن الناس ترفعك الدعاء والضراعة عليه. انا بالطريق كنا في الطيارة اكلم استاذ عمار اقول له اول لقاء تتذكر التقينا في ماليزيا احنا من بلد واحد ومن فريق واحد وكنا دائما نتواصل بس ما حد شايف الثاني.
فجينا في الاجتماع السنوي اظن او 20 سنه ايه نفس الشيء يعني. ايه 2018 نعم ونزل كان باصات كثيره يمكن 5000 عضو جايين من مختلف دول العالم وشخص يركض باتجاهي انا عرفته من الصور لانه والفيديوهات هذا استاذ عمار عراك شريك النجاح ويركض وراسا فاجأني واذا هو يقبلني من راسه والله ندعي لك والله كذا كل ما اتذكر هذا الموقف تخنقني العبرة يعني اقول الحمد لله اللي الله وفقني لهذا بس يعني فاليوم نفس الموقف امر فيه انه في ناس لا اعرفهم ولا يعرفوني يكنوا لي الاحترام يقدروني يحترموني يدعوا لي هذه نعمة قد ما يحصلها الانسان بمال الارض لو انفقت ما في الارض ما ألفت بين قلوبك ولكن الله ألف فهذا التأليف هذه النعمة اللي لذل فيها ما نقدر نوصفها هذا اللي كل ما أريد أقوله صراحة في هذا اللي صلى الله عليه وسلم تفضل لا أبدا يعني بالعكس مستمتعة بكل كلمة لكل حرف يعني كل كلمة عم تنقال هي بحد ذاتها تدريب لكن تدريب نفسي سبحان الله كل يعني استاذ من الاساتذه عم بيسلط الضوء على جانب معين على نعمه معينه على قيمه معينه من قيم شركه ديكس انه يعني العمل بشركه ديكس يعني. ما شاء الله يعني انا كنت اعتقد انه الرؤيه واضحه لا تزداد وضوحا الحمد لله ما شاء الله يعني. ما شاء الله بارك الله فيكم يعني يا رب مو بس انه مادي ومكسب معنوي ومجتمع ثقافي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ابو محمد يعني سمعنا ثقافيا سمعنا انه انت جاء منطي وصف لعالمنا شو اسمه هذا الوصف استاذ سمير شو يقول لك كنا جالسين هون عنده بالبيت فمن النوع اللي بيحب يسمع كثير يعني حتى والله بيترك المجال اني انا احكي دائما والحديث كله عندي اكسل من صفات القادة الاستماع فشو قلت لي قلت لي انا حبيت دي اكسن لاكثر من نقطه بس اكثر شغلي عم يعني هيك بتلفت انتباهي انه انتم بتشبهوا المدينه الفاضيه اي فعلا يعني وصلت هذه الاخبار واليوم متاكد يعني هاللقاء طيب والجمع الطيب يعني جاب لي الدليل لعندك ما شاء الله وجوه طيبين الله يسلمك ما شاء الله يعني انا بشرف يكون واحد منكم او واحد معكم ان شاء الله احنا نتشرف اخي وجي انت بتعرف نحن ببلدنا كيف عاداتنا وكيف تقاليدنا وكيف توجهنا كن على يقين انا لو ما يعني هاي الشخصيات وهاي الناس اللي انا دخلت معها لو ما انا بعرف مليار بالمية انهم فعلا اول شغلة انهم اصحاب اخلاق عالي جدا بغض النظر عن العلم مع احترامنا طبعا لكن الاخلاق وانت تدخل مع انسان بيعرف الله واخلاق خلص بتامن على نفسك نعم بتامن على نفسك ووقت اللي كمان بدا الاستاذ سمير معنا انا قال له انا كنت اشعر بشويه هيك يعني خوف انا لحالي وفعليا انا باسطنبول يعني اول ما بدت دي اكس ان يعني كنت لحالي انا فعليا كنت لحالي ما كان في هذا الانتشار تمام وقت اللي هون تعرفت على مصطفى ومصطفى انا اقول لهم انه صرت اشعر بالامان اكثر انه في معي حدا من اولاد بلدي انت صح. بتعرف كيف علاقتنا لكن دائما يعني حتى مسجلته عندي ابو مصطفى ابن بلدي لاني اصدق وامن بالله بيشعرك انه اخوك حابب مصلحتك ودائما بقول له ابو مصطفى انت اخي وانت مرايتي يعني انا اذا في شيء كذا كذا بتقلي وانت نفس الشيء مصطفى نفس الشيء ما شاء الله عليه فالحمد لله يعني اخوي ليست فقط في العمل والله اخوي في الله وبالله ولله الحمد لله الحمد لله ابن البلد بيكون معك مصدر امان وهلا وقت اللي تعرفت عليك صار لا استوار شو قلت لك احنا بتجمعنا انه من اولاد بلد وحدي وبتجمعنا الدين طبعا المسلمين طبعا يعني واخلاقنا المسلمين يعني وانك على خلق عظيم لو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا حولك الرسول عليه الصلاه والسلام قمه الاخلاق نعم بدي اكسين الاخلاق نعم. الطيبي الثقافي المصداقي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى اي انجاز بتشتغل بدي اس ان بتلاقي نتيجه والدليل عنا يعني احنا الفتره القصيره ما بيضيع اي عمل بتشتغله بدك تلاقي نتائجه
بهالشركة هاي. هل هذه الملاحظة يعني أنا هيك لاحظتها اليوم في مجال الإنجاز كمان. توفى يعني مصداقا لكلامك. اليوم كان في قضية معلقة في تحويل العمولات إلى تذكرون الله يرحمه الأستاذ صفاء الدين. فاليوم الشركة يعني إن شاء الله رتبوا عمر زوجته إن شاء الله من الشهر القادم هي حتستلم العمولة. طبعا هي عمولاتها كلها السابقة محفوظة. فأقول سبحان الله شوف النعمة هذه. يعني حتى المتوفى الآن يجري له استحقاقه بعمله اللي كان يعمله. وهذه الأعمال اللي يجري استحقاقها بعد الموت ترى قليلة جدا وهي من أفضل الأعمال. هي من الاستثمار الذكي في الحسنات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات صلى الله عليه وسلم. فديك سبحان الله من هذه الأعمال حتى يعني حتى بعد الموت يجري أجرها المادي والمعنوي إن شاء الله من الحسنات. كورونا السنة الماضية تمام. كان عنده نقطة بها بالعنتاب.